شبيك لبيك، شو تريد بين ايديك هسه؟ اي هسه شو تطلب؟ صار طلبات كبيره، كون طلبات قويه. قطعه ارض. وين؟ يعني بغداد. بغداد كم متر؟ كافي 100. طموحك حلو والله. أيه زين، جبهه ايش قلت لي؟ 5 ولا 6 وربع؟ لا 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 5 زائد 25. 25 كل شيء. اي بس تصير ريم. أيه بس تصير بيها غرفه بالاخير. أيه لا تصعد فوق غرفه النوم ما عندي انا. يعني هسه انا جني وكبير ومصباح على الدين تطلب هالطلب؟ أيه هي لا ما عندي ما عندي. أيه انا ما عندي بيت. اي فهاي امنيتي. الايجار دين ما يخلص. لا خلص انا بهذا الشهر 28 راح. اي شلون؟ اي اليوم اثنين بالشهر. تقول جاك الشان مو ايام. أيه كله تش تش خلص. اي لا يخلص. البيت وطن. اي ما عنده بيت ما عنده وطن. صح. اش مروا علي انا قالوا راح نعطيكم. قال امير امني سلام الله عليه يقول المال بالغربه وطن. وطن والفقر في الوطن غربه. غربه. لا احنا مو فقره. لا مو فقره. لا الحمد لله. لا خير منها. احنا تغلب محبه الناس. محبه الناس كل شيء. اي والعباس. الحمد لله. اي بالله الكريم. حمد راح اشرع قلبك راح اعدل روحي.